إذا أمكن عما يجري في درعا. نعم أستاذة رولا، لا يزال جيش الأسد يواصل إجرامه في محافظة درعا من قصف عشوائي وإعدامات ميدانية ونهب وسرقة وإحراق الممتلكات الخاصة. أيضا لا يزال الجيش الحر يتصدى للقوات الأسد. اليوم كان هنالك عملية نوعية للجيش الحر في مدينة درعا وفي درعا البلد تحديدا. تم استهداف حاجز مسجد أبو بكر الصديق وتم تدمير الحاجز بشكل شبه كامل. سقط عدد كبير من الشبيحة قتلى وعدد من الجرحى. أيضا قام النظام بقصف أحياء درعا البلد بعد هذه العملية وأيضا إطلاق نار من قناصاته وأسلحته الرشاشة طالت معظم أحياء المدينة. ننتقل من مدينة درعا إلى ريف درعا. الآن القصف تجدد على كل من بلدات المزيريب واليادودة وتل الشهاب، وهذه البلدات الآن تقصف من كتيبة مدفعية المتمركزة بالقرب من منطقة البانوراما في محافظة في مدينة درعا. أيضا القصف الآن يطول مدينة داعل. كان القصف قطال أيضا بلدة غباغب. هذه البلدة شهدت اقتحام لقوات الأسد، سقط عدد من الجرحى، دارت اشتباكات. طيب كم هو مجمل أو هل يوجد لديك حصيلة للشهداء؟ حصيلة للشهداء اليوم في درعا؟ نعم، لدينا إلى الآن 6 شهداء في محافظة درعا، سقطوا منهم بنيران قناصة النظام ومنهم أيضا جراء القصف العشوائي الذي يطول مدن وقرى محافظة درعا. شكرا لك قيصر. إلى الوضع الإنساني النظام. قيصر أعتذر منك ولكن لا يوجد لدينا المزيد من الوقت. قيصر حبيب ناشط إعلامي، شكرا على كل هذه المعلومات.